هنرجع تاني ونقول يعني بجد فرحة من القلب. امبارح كلنا كنا على أعصابنا من غير مبالغة، لما تيجي تتكلم من غير مبالغة كأن بجد مصر كانت بتلعب. يعني كنت صحيح امبارح بتفرج صحيح. مع أصدقاء ليا كريم يعني في مكان في الشيخ زايد، المول كله أول ما المغرب فاز المول كله كان بيسقف وكان الله بيهيص وكان بيحتفل. بجد أنا حسيت إن الله مصر هي اللي كسبت. فبجد منتخب المغرب لو اتكلمنا إن هو عمل إعجاز، هو عمل إعجاز فعلا مش إنجاز، لأن فكرة هنا الإنجاز هو توصل لدور ربع النهائي مثلا، ودي كانت لأول مرة ممكن في تاريخ أي طبعا منتخب عربي إن طبعا هي تحصل. لكن امبارح كان اعجاز حرفيا، لما صحيح تكسب في ثلاث او مع ثلاث فرق مرشحه كمان للفوز بالبطوله من البدايه، تبقى انت هنا حققت اعجاز صحيح مش انجاز. شفت انت اللغه طبعا العربيه بتفرق؟ طبعا لا طبعا، معلش. هو اللي حصل اعجاز فعلا والله لما صحيح. توصل كمان للمربع الذهبي تبقى بجد حققت اعجاز تاني، ولما تبقى المنتخب الوحيد من ضمن ثلاث منتخبات ما خسرتش تبقى حرفيا برضو حققت اعجاز. فعايزين نشكر بجد كل واحد من اللعيبه لعيبه المغرب، وعايزين نشكر قبلهم وشابوه بجد لوليد ركراكي هذا صحيح المدرب او المدير الفني المحلي. وهنا تفرق طبعا يا كريم عن مدير فني محلي عن مدير فني اجنبي. لما يبقى منتخب معاه مدير فني محلي وهو متالق بهذه او بهذه المرحله، يبقى انت بجد حققت نجاح كبير جدا لكره القدم في الدوله بتاعتك. احنا نتمنى ان التجربه دي تكرر. كانت عندنا قبل كده، لكن نتمنى ان التجربه دي تكرر وتكلل بالنجاح في النهايه يا كريم. لان احنا طبعا نفسنا هنقعد نقارن نفسنا، هنقعد لان دي حاجه نفسنا فيها. يعني بجد كمان فكرة هنا الملحمة اللي حصلت من أول طريقة اللعب كمان بدأ بيها لا وليد الركراكي. هما طبعا لعبوا امبارح 4-3-3، كان في سيطرة على منطقة كمان المناورات، كان في غلق على كل المساحات، وقلنا الكلام ده على فكرة الأسبوع اللي فات. كان الغلق ده على كل نجوم البرتغال، وحتى لو انت لاحظت كمان لما نزل كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني طبعا تحديدا هو ما لقاش مساحات اصلا يتحرك فيها. يعني الراجل رغم كل النجوميه بتاعته بس كان ركراكي عامل خطه محترمه فعلا، ما كانش فيه مساحات مفتوحه. عجبني جدا كمان يعني الروح القتاليه اللي كانت موجوده بشكل عالي جدا اللي لعب بيها منتخب المغرب. تحس ان هم عايزين يقولوا خلاص رساله، احنا مش عايزين نروح يعني احنا مش كتير علينا ان احنا نروح المربع الذهبي. وعلى فكره هي فعلا مش كتير عليهم، يعني اعتقد دي أقل ما يقدم ليهم مع كل اللي هم قدموه لحد دلوقتي. فألف مبروك مرة كمان. وطبعا الواحد امبارح برضو شاف ماتش فرنسا وإنجلترا، كانت حاجة قوية جدا. طبعا ناس كتيرة كانت متوقعة إن إنجلترا على فكرة ممكن تفوز، لكن أنا كنت من الناس وقلت لك الكلام ايوه الأسبوع اللي ايوه فات لو أنت فاكر، طبعا قلت لك لا في فرق كبير حتى لو صحيح إنجلترا نازلة هذا المونديال بمستوى أفضل من المونديال قبل كده، لكن فرنسا حاجة تاني ليفل تاني رغم برضو الغيابات اللي في منتخب فرنسا، بس برضو فرنسا في ليفل تاني بصراحة. لا كان في فرق كبير امبارح. العجيب ان المنتخب الانجليزي ده، يعني انجلترا هي معقد كره القدم، هي اللي اخترعت كره القدم، ومع هذا انجلترا ما خدتش كاس العالم قبل كده غير في نسخه واحده ومن سنين طويله، فدي في حد ذاتها حاجه عجيبه جدا برضو تستحق التامل الحقيقه.